تدريبات احسن لنا، التدريبات ما فيها مشاكل. تدريبات؟ طيب ما في تدريبات. الانصار، مدرب الانصار تحدث عن المباراه وعن مستوى فريقه مع الزميل خليل الدجاني. الشيء العائق اللي كان موجود بالنسبه للموسم هذا هو عدم الخبرات في وسط الفريق. نحاولوا باش من السبع او ثمانيه جولات اللي نزلونا باش نعطيو فرصه لاكبر عدد ممكن من اللاعبين الاولمبيين. طيب باش نكونوا واقعيين، احنا اكيد كونه ما دام ثم حسابيا ما دام ثم امل باش نكونوا معناتها خطابنا واضح باش نحافظوا على حقوقنا وندافعوا على حقوقنا الاخر رمق، لكن شخصيا كمدرب نحب نكون واقعي مع نفسي ومع الفريق. وضعيتنا صعيبه جدا، احنا الى حد الان ما حققنا ولا نقطه. اول هدف هو على الاقل لحفظ ماء الوجه، نحاولوا نعدوا نحصلوا عدد من النقاط معناتها باش يحرك السوء الطالع اللي تبع فينا مع طيله الموسم هذا. ان شاء الله نحصلوا على بعض النقاط، اذا كان وصلنا باش تحصلنا على النقاط في مقابله الاتفاق والمقابلات اللي بعدهم ينجم يكون ثم حديث اخر على مستوى الاهداف المستقبليه للنادي. اكيد كيف ما حكينا انتدبنا ثلاثه لاعبين فيهم اثنين افارقه، لاعب تونسي، اللاعب الرابع يكتمل معنا اللاعب محمد اسطنبولي ولاعب سوري منتخب السوري مدافع، نأملوا باش يعطينا استقرار واضافه على مستوى خط الدفاع. كيف بدينا نشوفوا المستوى نتاع المحترفين هما لعبوا تو معنا مقابل كيك، المستوى نتاعهم خاصه في المقابله الثانيه كان ممتاز، معناتها البعض منهم بدا يحقق في الاضافه المرجوه، ان شاء الله يعاونوا المجموعه اللي موجوده عندنا. نتمنى التوفيق للانصار، ما نقدر نقول اكثر من كذا، لانه نتمنى له التوفيق، لانه في النهايه كل ما وفق فريق في الدوري فنحن نشاهد مباريات افضل ودوري اقوى. فيه خبر جاء قبل شوي بس حقيقه انا ما اعرف، ماني متاكد منه، ما راح اقول صالح هو اللي اعطاني اياه، انه تقول الخبر اللي عندك عشان ما اتحمل مسؤوليه. ما يمنع طبعا انه غدا يوقع ريان بلال عقد اعاره الى نهايه الموسم مع فريق القادسيه مقابل 400 ألف ريال للاعب مقدم. طيب. إضافة 15 ألف ريال راتب شهري ولا ريال للنصر. طبعا هذه حسب مصادرك. نعم. طيب هذه حسب مصادر صالح الصالح بأنه ريان بلال سينتقل بالإعارة إلى القادسية. ما في أي شيء وصل حتى الآن رسمي، ولا حتى يعني ما وصلنا للمصادر، بس مصادر صالح يعني قوية بالذات في النصر يعني والأنصار. طيب خلينا نتكلم عن نجران الرائد بشكل سريع. نجران الرائد، الرائد أنا أعتقد أنه هو الفريق مع القادسية موقعهم في الدوري لا يعكس أبدا العمل الموجود خلال الموسم الجاري وتحديدا الرائد، يعني على اعتبار أنه فيه عمل مختلف، دعم قوي جدا صرف، لكن التوفيق لم يلازم الفريق طوال الموسم الماضي. أنا أعتقد أنه قد يكون المواجهة الغد بدايه التصحيح بالنسبه للرائد، يعني اداره الرائد نقولها يعني ما قصرت ابدا، يعني رقميا قيمه الصرف الموجوده خلال الموسم الحالي تاريخيه بالنسبه للرائد. طب حتى النصر فيه قيمه صرف تاريخيه، مع ذلك ما قلت وفقت اداره النصر. لكن تتكلم انت طموح لما يكون في نادي على الاقل فيه اساس، فيه راعي، فيه دعم جماهيري، امر مختلف لا يقارن بالرائد الذي لا يوجد له لا عقد استراتيجي كرعايه ويعاني من اشكالات سواء في المقر او ما الى ذلك، فلا في مقارنه كبيره، يعني في فارق كبير. سامي، النجران والرائد. انا اعتقد مع احترامي للاخوان في الاتفاق وللنصر المباراتين بالذات هذه، الا انه هذه اللي هي مباراه الرائد والنجران هي اهم مباراه امانه في مباراه بكره، لانها معنيه بالصراع امانه، لانه فريق نجران لو هزم حيجر لمنطقه الصراع، الرائد اوريدي موجود في منطقة الصراع. هي أهم مباراة أنا أعتقد من مباريات الغد، لأنه النصر يلعب في منطقة الوسط والاتفاق يلعب في منطقة المقدمة، وتقريبا يعني عنده تقريبا ضمان لنتيجة المباراة على الأقل، خلينا نقول بنسبة 80%، لكن مباراة الرائد ونجران هي مباراة تستحق المتابعة. تقدر تعطينا توقع فيها؟ لا والله صعب. أنا خصوصا في موضوع التوقعات مالك يعني فيه؟ أعلن أمام الجماهير لا أحد يسمع مني توقع لأني من جنبها فيما يخص موضوع التوقع. صالح؟ وأنصحهم بالزميل خالد قاضي. صالح؟ نجران الرائد من عدل أكون معك صادق، أنا ما أحب الأسئلة هذه ولا أجاوب عليها والله بجد. ليه طيب؟
ما احب شغل كم تتوقع ومن بيسجل. 1990 هذه قديمه مرحله وانتهت. طيب يا زهره، طيب برنامج تقول اسئله قديمه. طيب واحده بواحده. عموما انا معاش الشباب يقول لي باقي شوي على الفاصل، فاضطريت اسال سؤال ما له داعي. كلامك عاد جبت لنا الكلام.